انطلاقاتي وتحدياتي. التحدي الجميل اللي فرحان بمسرح الاحبابي هو خامسا لهب سعود بن عبد الله بالدويس. تهانينا وناموس للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وتحيتنا تحية الإسلام الخالدة تتجدد إلى مسامعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من أرضية ميدان المرموم وانطلاقات الكبار. أول أيام الثمانية كيلو مترات تتواصل فيها الثنايا. انتهت جولتنا الأولى وبدينا بالشوط الخامس مع الجولة الثانية ليحمل الأبكار الثنايا المحليات الأصائل تندفع باحثة عن هذه المسافة، باحثة عن الناموس والفوز مع رقص الكبار في بداية هذا الموسم. نسير مباشرة مع المركز الأول، وهذه مياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم بوسعيد المجازف على مقدمة الشوط. تأتي مطر في المركز الثاني أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في هذا الشعار شعار الفيلسوف يتقدم رجل الأمتار. كل الأسماء والنجومية حاضرة في هذا الانطلاق. وسمح سمح مبارك بن سيف بن محمد بالشدي المنصوري يأتي في المركز الثالث المركز الرابع، وهذه الرابع السائحة إبراهيم بن خاطر بن هاشل الشامسي على المركز الرابع. المركز الخامس تواجدت في الظفرة، الظفرة أحمد بن محمد بن غنام الهاملي يقدم الظفرة على المركز الخامس. المركز السادس هذه الوثبة سهيل بن رملي بن محمد العامري. والمركز السابع شعار بارك يا شاعر بن مصرح يقدم لنا الطيرة، الطيرة الشاعر سعيد بن حمد بن مصرح الاحبابي وين موقعها؟ المركز السابع. نعم المركز الثامن، وهذه العزوم هذه العزوم احمد بن مطر بن مايد الخيالي. تاسع المراكز وهذه الحاكمة الحاكمة محمد بن خميس بن عبد الله السعيدي ياتي في هذه اللحظات او السعدي ياتي في هذه اللحظات. والمركز العاشر، المركز العاشر هذه ذهول تعود ملكيتها لأحمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في شوطنا الخامس. أول إذاعة وأول نداء، أول إذاعتنا للعشر في الثمانية كيلو مترات. يعني بنتابع مسافة، المسافة التي تحتاج دائما للتكتيك والمسار الجميل والتأني والركادة والمتابعة خصيصا في بداية الموسم في أول أيام الثمانية لهذا الموسم. وهذه الانطلاقات نعود إلى الثنايا، إلى الثنايا الأصايل الذي قدمت الكثير والكثير العام الماضي في سن الإذاع وفي سن الإبداع، وأتت بهذا الموسم لتجدد مساري هذا الانطلاق. عموما نتمنى التوفيق للجميع ونعود إلى شاشة دبي ريسنج في الكادر العلوي لنتابع بن زيتون، بن زيتون اللي يشكل بوسعيد ويقدم فنون دائما في الانطلاقات. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في بداية أيضا الانطلاقة. المركز الثاني المنافسة سمحة، سمحة مبارك بن سيف بن محمد الشدي المنصوري تقريبا غيرت إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط. يعني تبادل المراكز جميل مع لوحة الخمسة كيلو مترات وبداية الثمانية كيلو. ثلاثة كيلو انتهت من البداية. المركز الثالث وهذه مطرة، مطرة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي على ثالث المراكز. ونشوف المركز الرابع، الثلاث انفردا ولكن بمسافة بسيطة، لا زالت الأمور والمسافة ترقب الكثير في هذه الانطلاقات. المركز الرابع، رابع المراكز وصلت الظفرة، الظفرة وأحمد بن محمد بن غنام الهاملي يتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس. عندك يا بن رملي الوثبة، الوثبة ولكن هناك تقدمت في هذه اللحظات الطيرة، الطير الشاعر سعيد بن مصرح الأحبابي ياتي بالطيرة اللي غيرت على خامس المراكز. والمركز السادس تراجعت للوثبة سهيل بن رملي بن محمد العامري. أما المركز
المركز السابع فتاتينا السايحة إبراهيم بن خاطر بن هاشل الشامسي على المركز السابع ووصل بالعضي لمشاهدينا الأعزاء. ووصلت اللي هي ذهول الشاعر أحمد بن محمد بالعضيلي العامري يتقدم كذلك بذهول في هذه الانطلاقات والأسماء الجميلة الشعرية في هذه الانطلاقات. نكمل ندانا ونقول المركز الثامن رقم 19 وهذه دمعة ناصر بن صالح بن طرشوم العامري يتقدم مع دمعة. والمركز التاسع أيضا مع بن مايد هذه العزوم أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. شوف العاشرة ورقمها يا راعي مصيحة هذا شعار بن دحروي يتقدم على المركز العاشر. وهذه فجر سعيد بن راشد بن دحروي العامري. هذه العشر المراكز مرة ثانية ذعناها على حضراتكم في هذا المسار في هذه الشعارات في تداخل أسماء بعد العشر. ترقبوا يعني المزيد 8 كيلومترات لا زالت الأمور في هدوء في هذا المسار. والله مطلوب للثمانية كيلو الهدوء مطلوب وخصيصا في أول أسبوع يعني التكتيك وحسابات للأيام القادمة حسابات للكبرى حسابات للختاميات مع المضمرين. نتمنى التوفيق والله جهود الأخوة يبذلون حتى يصلون إلى هذا الموقع وهذا المكان. عموما على كل حال نحن بنسير في مسار الشوط ومع المركز الأول. وهذه تقدمت سمحة غيرت بدلت الأمور الشدي على المقدم مبارك بن سيف الشدي المنصوري مع سمحة اللي تسمحت أمورها بأداها ما شاء الله شكلها أيضا الجميل. المركز الثاني ثاني المراكز هذه مياسة اللي قادت الشوط تراجعت تبادل مراكز بينها وبين سمحة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم بمايد أيضا ما شاء الله مستعد مع مطر أحمد بن مطر بمايد الخيالي وبن غنام الهاملي ياتينا بالظفرة وهذا بن دحروي راعي فجر ذعنها عاشر بدلت ما شاء الله بسرعة. وهذه تاتينا ذهول أحمد بن محمد بن عضيلي العامري يقدم ذهول على المركز السادس. والمركز السابع عند الطير سعيد بن حمد بن مصرح الأحبابي وبالرملي ياتينا بالوسبة سهيل بالرملي بن محمد العامري. والمركز التاسع تاسع المراكز هذه روعة اسم جديد على ما أعتقد ما دعناها هذه روعة بن هدفة وصلت في هذه اللحظات وأحمد بن سالم بن هدفة العامري. والمركز العاشر اللي هي طواري خالد بن غاسي بن محمد الزرعي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة خلاص تقريبا صداعتنا الثالثة للعشر المراكز وميداننا ينحني على اليسار وكوع الميدان بنتابع مع المراكز الأولى. وإذا كانت تجمع في الشوط لا يمنع من العشر ولذاعتها إذا متقاربة. عموما على كل حال بنشوف المتابعة. ولا زالت اللي في المركز الأول سمحة مبارك بن سيف بن محمد الشدي المنصوري تقود الثنايا لبكار المحليات في شوطنا الخامس وتتقدمهن وتتحمل مسؤولية الشوط على عاتقها في المركز الأول. ولكن الهجوم من كل صوب وارد أمر مشروع للكل. وهذه الظفرة أحمد بن محمد بن غنام الهاملي على المركز الثاني والمركز الثالث. هذه مع بن مايد العزوم ولا مطرة هذه مطرة نعم مطرة من البداية مطرة عندنا هني في الثلاث المراكز. أحمد بن مطر بن مايد الخيالي على المركز الثالث. والمركز الرابع بالرملي الوثبة سهيل بن محمد بن رملي العامري بن زيتون محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يقدم لنا مياسة بن زيتون. وكذلك من الجانب الآخر هذه اللي تقدمت اللي هي الشاهينية سهيل بن حمد بن عبد الله بن بدر العامري
عموما هناك تدخلت في هذه اللحظات طواري خالد بن غاسي بن محمد الزرعي. الزرعي هذا الزرعي مشاهدينا متابعينا الكرام. عموما على كل حال على كل حال بنعود مع المراكز الاولى نكتفي خلاص. التغييرات بدات، تبادل المراكز بدا، الظفره غيرت، احمد بن محمد بن غنام الهاملي على مقدمه الشوط، على مقدمه الشوط الهاملي، وسمحه بن بالشدي المنصوري، بالشدي المنصوري، والكيلو الاخير يا جماعه، الكيلو الاخير روع، روعه بن هدفه، بن هدفه، بن هدفه، احمد بن سالم بالهدفه، العامري في المركز الثالث، وبن رملي على المركز الرابع، بن مايد على المركز الخامس، والشاهيني سهيل بن عبد الله بن بدر العامري وصلت كذلك، تقدمت في هذه اللحظات. ويلا يا بن عضيلي الامتار الاخيره، الامتار الاخيره، التحديات الاخيره، ما صدرت الاوامر بل صدرت الاوامر. راح راعي سمحه، راح راعي سمحه، اصدر اللي هو مبارك بسيب الشدي وبن غنام الهاملي وبن رملي. اوه يا الثناء يا ما شاء الله الوثبه، وايضا اللي هي الظفر، الظفر والوثبه، ولكن الوثبه اهل مصانع الجنوب من رملي، بن رملي الشعار المتحد، راعي المتحد يتقدم، بن رملي يتقدم، بن رملي ما شاء الله، وانجازاته واستعداداته. والنقطه الثانيه ما شاء الله في بدايه الموسم استعداد جميل، الوثبه الوثبه، سهيل بن رملي العامري المركز الثاني، الظفره محمد بن غنام الهاملي، ولكن خلاص خلاص تهانينا وسلام الهالي مصانع الجنوب، سلام وتحيه لسهيل بن رملي بن محمد العامري على فوز الوثبه بالمركز الاول، المركز الثاني الظفره ما قصرت، قدمت اداء جميل احمد بن محمد بن غنام الهاملي، والمركز الثالث وصلت في الشاهنية سهيل بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري، المركز الرابع وصلت في سامح مبارك بسيف بالشدي المنصوري، المركز الخامس وصلت في روعه لاحمد بن سالم بن هدفه العامري. هكذا كانت النتي او بالعضيلي. هناك تقدم في هذه ذهول نعم في المركز الخامس حلت الشاعر احمد بن محمد بالعضيلي العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذه الانطلاقات. نعود الى التوقيت الزمني مع بن رملي اللي قدم الوثبه في هذا الاندفاع، 12 دقيقه 53 ثانيه وتسع اجزاء من الثانيه. تهانينا سهيل بن رملي بن محمد العامري، وسلام لاهالي مصانع الجنوب ايضا المركز الثاني، 12 دقيقه 54 ثانيه اربع اجزاء من الثانيه. هذه الظفره قدمت تنافس جميل، احمد بن محمد بن غنام الهاملي تهانينا والناموس. المركز الثالث نشوف الثالثة مع مخرجنا في هذا الاندفاع الجميل والرائع. التوقيت الزمني 12 دقيقة و 55 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. الشاهينية سيل بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري، تهانينا والناموس للجميع.